في النصف من شهر رجب من العام 60 للهجرة مات معاوية بن أبي سفيان بعد أن أخذ البيعة من أهل الشام لولده يزيد وليا للعهد. ثم أرسل يزيد إلى والي المدينة المنورة ابن عمه الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان يدعوه فيها إلى أخذ البيعة له خليفة للمسلمين، وخص بالذكر 4 من وجهاء المدينة، أمره بقتلهم إن رفضوا البيعة. يا مروان بن الحكم، هذا الكتاب وصلني بالبريد العاجل من دمشق، يحمل رسالة من الأمير يزيد بن معاوية يخبرني فيها بوفاة الخليفة معاوية بن أبي سفيان، إنا لله وإنا إليه، ويأمرني فيها بأخذ البيعة من أهل المدينة عامة، وأن آخذ البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير أخذا شديدا. ويقول فيها: ومن أبى فاضرب عنقه وأرسل برأسه إليه. فما هو رأيك يا مروان؟ يا أمير، الرأي هو أن ترسل إلى هؤلاء 4 وتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة، فإن أبوا فاضرب أعناقهم. أنت تعرف يا مروان أن الحسين بن علي لن يقبل بالمبايعة ليزيد كخليفة على المسلمين، كيف أقتل الحسين إذا لم يبايع؟ لا يا ابن الحكم، ألا تخاف أن يعزلك يزيد الأمير الشاب الطامح للحكم والخلافة، ويعين أميرا آخر من بني أمية مثل عمرو بن سعيد الأشدق، أو أنا مروان بن الحكم بن أبي العاص؟ واعلم أنك إن لم تقدم بما أمر الخليفة فهناك من هو أشجع منك لفعلها. ويل لك يا مروان، أنت تريد الإمارة بكلا الرأيين، لكني سأرسل إلى الحسين بن علي أولا ليعلمه بهذا الأمر. جاء رسول والي المدينة إلى الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وقد كان في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وطلبه لحضور دار الإمارة في أمر عاجل. ثم إن الإمام الحسين عليه السلام نهض إلى منزله، فأرسل إلى بني هاشم فأقبلوا إليه، فأتى إلى دار الوليد وقال لهم: إني داخل على هذا الرجل، فإن سمعتم صوتي فاهجموا عليه، وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم. فتوجه عليه السلام إلى دار الإمارة، وخلفه أسود بني هاشم، يتقدمهم أخوه قمر العشيرة العباس بن علي عليه السلام، وقد جعلوا أياديهم على مقابض سيوفهم مستعدين لحماية إمامهم. السلام عليكم يا أبا عبد الله، حللت أهلا ووطئت سهلا. وعليك السلام يا ابن عتبة، تفضلوا بالجلوس. خيرا إن شاء الله. جاءني اليوم كتاب من يزيد بن معاوية يخبرني فيه بوفاة عمي الخليفة معاوية بن أبي سفيان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويأمرني فيه بأخذ البيعة من أهل المدينة عامة ومنك خاصة. إني لا أراك تقنع ببيعتي ليزيد سرا حتى أبايعه جهرا فيعرف ذلك الناس. أجل. فتصبح وترى رأيك في ذلك. إذا ننصرف على اسم الله تعالى حتى تأتينا غدا فيشهد على بيعتك الناس. أيها الأمير، خذ البيعة، فوالله إن فارقك ابن علي ولم يبايع لن تأخذ منه البيعة مرة أخرى. احبس الرجل حتى يبايع، وإن أبى اضرب عنقه. أنت يا ابن الزرقاء تقتلني أم هو؟ كذبت والله وأثمت. اهدوا اهدوا، لا قتال لا قتال. يا وليد، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله وبنا ختم، وهذا رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالبيعة والخلافة. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولما عرف الإمام الحسين عليه السلام أنه لا بد له من الثورة على الظلم، أخذ أهله وعياله من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة قاصدا حج بيت الله الحرام، ولكن سيوف الغدر والظلم لم ترع حرمة البلد الحرام مكة المكرمة، فقد أمر يزيد جنوده أن يقتلوا الإمام الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، فما كان من إمامنا إلا أن يخرج من مكة المكرمة إلى العراق لكي لا يستباح دمه في الحرم المكي، فأحل من إحرامه وأهل بيته في اليوم الثامن من ذي الحجة، وخطب في الحجاج خطبته المشهورة. الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وآله وسلم. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحمة هي مجموعة له،
في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز لهم وعده. من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل فإني راحل مصبحا إن شاء الله.